السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني، ويا مرحبا بالجميع. طبعا اخواني، اللي عندنا هذا اللي هو الدراج تشيكر، او اللي هو قياس الدراج. دراج اللي هو شو؟ الدراج اخواني مقاومة الريل. انزين، لما نسحب مقاومة الريل، لما نسحب يعني لما تسحب الخيط مقاومة الريل. انزين، اليوم بنتكلم عن موضوع اليوم اخواني، عن كيف نضبط الدراج الصح. خليكم معنا، نفتح مع بعض اللي هو الدراج تشيكر. انزين، خلينا نتكلم عن الجهاز هذا شوي. صراحة الجهاز يستاهل ان الواحد يتكلم عنه. اوكي، طبعا الجهاز هذا عبارة عن ساعة او مقاس الكيلوغرام. اوكي زين، نعدل المقاس. اوكي، فشو عمل الجهاز هذا؟ الخيط يكون بهالطريقه، من يعني يدخل من هنا ويطلع من هنا ويدخل من هنا. زين، فلما نشد الخيط يرتفع هذا، يعطيك مثلا 3 كيلو. هذا 3 كيلو، هذا 3 كيلو دراج. اوكي، طبعا بنجرب التجربه العمليه برويكم بالضبط. اوكي، رغم ان هذه الماكينه صغيره زين، بس الدراج اللي تعطيه وايد زين. يعني الدراج الكلي لها لون هذا الدراج. زين، الدراج الكلي لها الماكينة تقريبا ما يقارب ال 11 12 كيلو. زين، اوكي، كيف بنقيس الدراج اللي الحين حاطين عليه؟ الحين احنا حاطين على دراج معين اللي هو تسكيرة معينة الدراج. زين، كيف نبقى نقيسها مع الجهاز الجديد هذا؟ زين اخواني، طريقة قياس الدراج، اول شيء تصفر العداد، تصفر اللي هو الساعة هذه والعقرب. زين، بعدين تحط بهالطريقة الخيط بهالطريقة. اوكي، تحطه جي. اوكي، تسحب الخيط. لازم يكون الخيط طبعا على الثلاثة، بالضبط على الثلاثة، على الثلاثة اللي هم هذيلا. اوكي، يمر على الثلاثة. اوكي، لاحظوا الحين الدراج اللي حاطينه نحن كم؟ نص كيلو تقريبا. اوكي، هذا الدراج الدايركت من الماكينة. اوكي زين، نزود لفة لفتين. زين، سوينا لفة لفتين في الدراج. زين، نرجع مرة ثانية نحطه زين على اللي هو على الشوكل، نفس الشوكل السوداء والشوكل البيضاء، لازم يكونوا متطابقين. اوكي، نسحب الدراج. كم معطينا كيلو؟ 2 كيلو بالضبط. اوكي، نزيد الدراج شوية. ترى اخواني 11 كيلو دراج ترى مو بهين، ابدا مو بهين. زين، نرجع مرة ثانية. نسحب الدراج. كم صار؟ 2.5. اوكي، 2.5 كيلو. الحين اخواني بخبركم. زين، 2.5 كيلو دايركت دراج من الماكينة، يعني من الماكينة هنا بدون قايدات بدون شيء، بدون ما تمر على القايدات الخيط، بدون ما اي شيء. كم يساوي زين لما تسحب سمكة؟ اوكي، 2.5 كيلو. طبعا بنقيس الدراج ان شاء الله باستخدام هاي الدبة. زين، طبعا اللي ما يعرف الدبة هي دبة الدراج تيستر، هذا نسميها. زين، طبعا بنوزن الدبة الحين. وزن الدبة طبعا هذا وزن الدبة 8 كيلو تقريبا، 8 وزاد عليه شوي تقريبا. اوكي، الدراج تيست. زين، الحين بنجرب. بسم الله.
هذه الاثنين كيلو ونص اللي كان مسويين الدرج عليه، شوفوا كم كيلو هذين. طبعا اخواني مثل ما تلاحظون الحين احنا سوينا دراج سيت 2.5 تقريبا، اوكي هذه 3.5، 3.5 كيلو زين، اوريدي حركنا 8 كيلو زين. ف اقصى دراج يعني ممكن تستخدمه، تقدر تستخدم لين 15 كيلو، بس 15 كيلو يعني بتكون almost lock. ف الدراج الحين نفس ما شفتوا التيست، هذا يوضح لكم ان الدراج الشوي اللي تحطه في الماكينه مع الجايدات يزيد له كيلو، كيلو كامل. فلازم تحط بعين الاعتبار لما تسكر الدراج عندك انه بينضاف له كيلو، نص كيلو، كيلو الا ربع، حسب الجايدات اللي عندك وحسب وضعيه الرود. اوكي زين اخواني، نفس ما لاحظتوا في الدراج تيست هذا اللي سويناه، نحن طبعا سوينا السيت اب للدراج من الدايركت من الماكينه بدون جايدات، سوينا لين هنا يعني 2.5، 2.35 تقريبا جرام، حلو 2 كيلو. هذا يوم سوينا تيست للجايدات مع يعني للدراج مع الجايدات، وصل الدراج عندنا له اللي هو 3.5. فهذا شو يعني لنا؟ يعني لنا ان الجايدات بعد تسوي دراج يعني تسوي مقاومه على الخيط. هذا واحد. الشيء الثاني طبعا وضعية الرود، زاوية الرود، يعني هل الرود 80 درجة، 90 درجة، 45 درجة، أو ما بين. هذا بعد يعني يعطيك شوي من الدراج. أوكي الحين شو بنسوي؟ بنقص الدراج شوي في الماكينة، بنقص لفة كاملة وبنشوف كم يعطينا. طبعا بعد ما عدلنا الدراج ونقصناه، بعد نقصناه تقريبا اللفة كاملة، اوكي نقص عندنا تقريبا حول كيلو الا شوية، اوكي يعني كل لفة بكيلو الا شوي تقريبا في الماكينة هذه، يعني كل ماكينة ترى لها سيت اب معين. فحط بعين الاعتبار ان كل لفة مثلا في ماكينتك الكيلو، كيلو الا ربع، نص كيلو، بهالحدود حسب الدراج من الماكينة. فهذا اليوم موضوعنا باختصار عن كيف تسوي سيت اب للدراج. طبعا هذا الجهاز جدا مهم، طبعا سكور الجهاز ميد ان جابان، جهاز صراحة وايد زين، انصحكم فيه صراحة. هذا تشوفونه ميد ان جابان سكورة، ويعطيكم الف عافية. لا تنسون تسوون سبسكرايب في القناة وشير حق ربعكم اللي يبون معلومات مفيدة عن البحر، ويعطيكم الف عافية.